مكتب السيد الوزير اتصل بي لمعرفة الأعداد، نعم، وأيضا اتصلت بمكتب السيد الوكيل ووعدوني، يعني معلومات ليست مؤكدة لكن خلنا نقولها عن طريق العراقية، أنه خلال الأيام يعني اليومين القادمين راح تكون هناك بإذن الله رحلات إخلاء، يعني تأتي الطائرة فارغة وترجع بالمرضى، يعني ليس رحلة طبيعية إنما رحلة إخلاء للخطوط الجوية العراقية. ننتظر الآن التعليمات من الجهات العراقية، لكن بنفس الوقت يجب أن نحافظ على 40 مليون. أنا عندي 40 مليون بالداخل أستاذ كريم، وهذا الفيروس يعني ليس نكتة، يعني يجب أن نتعامل مع الموضوع بجدية. أنا طبعاً عندي في الهند 2000 مواطن عراقي يستحقون المساعدة والدعم وهم مرضى، نعم يحتاجون كل دعم، لكن بنفس الوقت أنا عندي 40 مليون عراقي بالداخل قد يتعرضون للخطر إذا انتقلت هذه السلالة إلى العراق. يعني إحنا وضعنا ليس ورديا كما يعبرون، إنما وضعنا الصحي أيضا. طبعاً قصة كلش حساسة وكلش خطرة، ونتعاطف نعم مع محنة إخواننا العالقين في الهند، وهنالك فعلا 40 مليون عراقي أيضا يعني لا يتحمل وضعهم، لا الوضع الصحي للبلد ولا حتى الوضع البدني للعراقيين، يعني هجمة أخرى غير مسيطر عليها من الفيروس. عموما نتمنى السلامة للجميع. أنا ممكن عند تنطيني دقيقة أو أقل؟ تفضل تفضل. يعني أنا أتوجه من شاشة العراقية إلى المؤسسات الصحية العراقية وبالخصوص وزارة الصحة، هناك مستثمرون هنود، مستشفيات عالمية ومعروفة شغالة بالهند، وأبدت استعدادها لنقل هذه المستشفيات إلى العراق، وطرحت هذا الموضوع أكثر من مرة على الجهات المعنية، لكن مع الأسف ما أريد أتهم أحد لكن لم أحقق أي نتيجة بهذا الموضوع. يعني هم عندهم استعداد أن تمنحهم قطعة أرض في أي محافظة ويبنون المستشفى ويجلبون الكوادر والمعدات الطبية في العراق، وبهذا نختصر المسافة على المريض العراقي بدلا من السفر من الهند وتحمل التكاليف السفر والترجمة والغش خير وبركة. هاي كل الزين، هاي من يرفض هالشيء؟ كل زين هذا. هذا سؤال. من يرفض هالشيء؟ يعني جهات، يعني حقيقة في أحد المحافظات يقول له، يعني للمستثمر يقول له ايش قد حصتي، يعني يتاجر بأهله بالمرضى العراقي. أهلك هذول ما تشوف أنت في المحافظة أو في مديرية الصحة المحافظة الفلانية، يعني أنت لازم تتمسك بأيديك ورجليك بهذا المستثمر لأن يخدمك وإلك نسبة من الدخل، أنت أيضا تستفاد ماديا، فكيف ترفض مثل هذه فرصة؟